نحو 100 منزل مهدد بالإزالة في حي القاطون غربي قضاء بعقوبة، والسبب مزاعم شخص متنفذ بعائدية الأراضي له والتي يقطنها سكان الحي منذ عقود من الزمن. اللي مشتري الأصلي هو كان دلال وبعدين صار محامي اسمه عدنان، وهو هسه هو اللي ده يشتغل، هو اللي ده يتحرك، والباقي انت شلون تعرف شلون اللف والدوران وشلون اخذ هالقاع. مطالبات المالك بأرضه ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها إخطارات سابقة من جهات متنفذة، لكن المستغرب بحسب السكان هو التهديدات التي وصلتهم من الميليشيات لإخلاء منازلهم. وكل بين فترة وفترة يجي علينا يا هذا قاعي وهذا قاعي ونطرد زين، يهدد يهدد بينا، هدد بالميليشيات ذاك اليوم اجى، هدد بالعصايب ذاك اليوم اجى، يا بعلى ويش زين، احنا صارنا قرن قاعدين هنا، لا سنة ولا سنتين ولا 10 سنين زين، يعني احنا شيبنا هنا ومثل ما يقول ابانا يعني شيبوا هنا وندفنوا وهنا. اجانا هسه هذا المده النعمان اللي يقول اجي افلش البيوت على راسكم، لا تعطوني القاع مالتي. انا من الناس اجاني دزي جماعه قال اجي اتفاوض وياك اجمع المنطقه حتى ابيع لكم القاع. زين قلت له انت باي سند؟ عندك سند قانوني يقول هاي القاع مالتك؟ وليش ظهرت بهاي ورا 2003؟ وقد لا يكون مستغربا هذا النوع من التهديدات ضد السكان، فالجهات الحكومية نفسها هددت بالتصفية وبالتفجير لأنها تحركت لاسترجاع بعض الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني. حقيقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبلدية معقوبة وعقارات الدولة، رغم الضغوطات التي تعرضنا لها والمضايقات من قبل المتنفذين واستهداف بعبوات وإرسال رسائل تهديد، استطعنا استرجاع أكثر من 500 دونم في مقاطعة المهردار وأكثر من 700 دونم في مقاطعة نهر الشيخ وشرق بعقوبة. يذكر أن قائم مقامية قضاء بعقوبة وجهت نداء للأهالي المتضررين لتقديم شكاوى قانونية بهدف التحقيق في التجاوزات والتهديدات ضد سكان حي القاطون.